لكن الشركة لم تقف عند هذا الحد، فهي تقوم كغيرها من الشركات المنافسة بتصميم ودراسة طائرة عمودية مستقبلية ذات سرعة تصل إلى قرابة 300 كيلومتر في الساعة، ويمكنها حمل وزن يصل إلى 6 أطنان، وتستعمل في بناء الحوامات النفطية في البحار، وهو كما يقول مصنعها يمكن أن تكون مطلوبة في منطقة نفطية كمنطقة الشرق الأوسط. ومع الإقبال الشديد على الطائرات المروحية في العالم، حيث ارتفاع الطلب على الطائرات الخفيفة خلال السنوات الأخيرة إلى 6 أضعاف، وهو ما يزيد من العبء على الشركات المصنعة عبر العالم لتطوير منتجاتها وعدم خسارة موقعها في سوق عالمية شديدة التنافس وسريعة التغير كتغير سرعة الطائرات. رياض مصطفى لبرنامج إخباريات، موسكو.